أذهب إذن إلى ضيفي الكريم دكتور أحمد رفيق عوض. من دكتور أحمد رفيق، في البداية يعني هل ازدادت الأمور صعوبة فيما يخص حرب غزة بعد اغتيال يحيى السنوار؟ يعني كما سمع ضيفي الكريم هناك ربما نية مبيتة واضحة لدى نتنياهو في سواء التوسع في الضفة الغربية أو أخذ قطاع غزة بمجمله. هل تعتقد أن بعد اغتيال يحيى السنوار الخطط الإسرائيلية باتت ربما أوضح فيما يخص النية الحقيقية لهذه الحكومة المتطرفة؟ تماما. الأهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي حاخامية توراتية فعليا، هي تريد أن تغير المشهد كله، وكما قال نتنياهو يريد أن يعني يرسم شرق أوسط جديد. الشرق الأوسط الجديد الذي يقول عنه لا يتضمن دولة فلسطينية على الإطلاق، وبالتالي هو ما يكون في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. أولا تدمير وإنهاء أوسلو، ثانيا العودة إلى فرض تسوية أمنية على الفلسطينيين. هذه التسوية الأمنية ربما لم تتضح معالمها بشكل كبير، لأن هناك في معارضات، حتى معارضات إسرائيلية لهذا الجنون الإسرائيلي. لهذا السبب باختصار وبدقة، الخطة هي أنه العودة إلى الاحتلال في الضفة، في قطاع غزة بشكل أو بآخر، إعادة إنتاج احتلال مقبول ومشرعا، بديش أقول إقليميا ولكن أقول دوليا على الأقل، وأيضا الإجهاض بفكر الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، والفصل بين الفصل الديموغرافي والسياسي والأمني بين الفلسطينيين، بمعنى أنه لا علاقة لأهل غزة بأهل الضفة الغربية بالقدس المحتلة. إذن بالتالي هذه هي ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي يغيب فيه الفلسطينيين، ليس فقط كدولة وإنما كديموغرافي أيضا. لهذا السبب ضمن أسباب أخرى طبعا، إسرائيل لا تريد أن توقف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هي تريد أن تبقي الاحتلال التفاوض تحت إطلاق وقف إطلاق النار، تحت إطلاق النار، لأنه هي أصلا مبدئيا ضد التفاوض مع حماس اللي هي حركة تريد أن تجتثها، وبالتالي هي لا تريد أن تتفاوض معها حتى لا تعطيها لا اعتراف ولا مشاركة ولا دور لا في الحاضر ولا في المستقبل. بالتالي نحن أمام نعم تعقيد للمشهد بشكل كبير جدا، هذا على جهة إسرائيل. جهة حماس بعد كل الخسارات وهذا الدمار الهائل الذي لحق بأهل غزة الذين تحملوا ما يتحملوا بشر على فكرة، بتحت والناس ساكتة والعالم كله ساكت، لكن حماس بتقول لك إنه ما دام كل شيء خرب وكل شيء تدمر وفي وإسرائيل عمليا يبدو إنه أيضا حماس بتوقع إنه أو بتأكد إنه إسرائيل لن تعطيها دور لا في الحاضر ولا المستقبل. لهذا السبب هنا الرفض الكامل والشامل بهذه الطريقة وتعلية السقف بهذه الطريقة هي اللي بيعطى حماس دور الآن وفي المستقبل. لهذا السبب الأمور تعقدت جد، يعني استشهاد السنوار لم يحسن الأمور، أو كما قال بلينكين أنه كان عقبة، هذا شيطنة للرجل بعد موته، لأنه بلينكين أضعف وأجبن وأكثر نفاقا أنه يقول أنه نتنياهو هو السبب في تعقيد المسألة ووضع عقبات أمام التفاوض. لهذا السبب سيدتي نعم المشهد تعقد جدا، والإسرائيل من جهتها ولأسبابها وحماس من جهتها ولأسبابها، نعم. الأمور رايحة على الاشتباك الكبير.